مرحبا بكم في فيديو آخر عن التقنيات وأكواد الجيزي. إذن نبدأ بالكود الأول، كود معرفة رقم هاتفك. كيف تعرف رقم هاتفك في شريحة الجيزي؟ نضع نجمة 99 دياز. كيف يتم ذلك؟ نضع نجمة 99 دياز في لوحة التحكم للهاتف ونتصل بشريحتنا جيزي، يظهر لنا رقمنا الحالي. الآن ننتقل إلى الكود الثاني في هذا الفيديو، كود الإطلاع على رصيد الشريحة شريحة الجيزي. كيف ذلك؟ نضع نجمة 710 دياز ونتصل، يظهر لنا رصيدنا على الشريحة. أما الكود الثالث في هذا الفيديو فهو كود لعروض الإنترنت والاتصال. ما هو الكود؟ هو نجمة 720 دياز. نتصل بشريحة ونتعرف على جميع العروض ونختار العرض الذي يناسبنا. ويوجد كود أيضا آخر لعروض الإنترنت وهو نجمة 444 دياز. هناك عروض أفضل من الأول، نختار من هذه العروض العرض المناسب. والآن ننتقل إلى الكود الرابع في هذا الفيديو، كود إرسال الرصيد من شريحة جيزي إلى شريحة جيزي أخرى. كيف ذلك؟ نضع نجمة 770 نجمة رقم الهاتف المرسل إليه، نجمة المبلغ المراد إرساله، نجمة 5 أصفار دياز، ونبعث الأموال أو الرصيد. وننتقل إلى الكود الخامس في الفيديو، هو كود رسائل فليكسي أو اتصل بي أبل مو. الكود هو نجمة 100 دياز. نذكر أن الحد الأقصى للرسائل هي 3 رسائل كل أسبوع. أما الكود السادس في هذا الفيديو فهو ليس كود بل رقم لمصلحة الزبائن. الرقم هو 777. هذا الرقم يستعمل للشكاوي أو الاستفسارات، تتصل بمصلحة جيزي للاستفسار على أي شيء. والآن ننتقل إلى الكود الذي يبحث عليه الجميع، هو كود إلغاء خدمة رنتي، الخدمة التي يشتكي منها معظم الناس لأنها تفعل دون رغبة المستعمل لشريحة جيزي. وكيفية إلغاؤها سهلة، هي إرسال رسالة SMS إلى الرقم 2020 وتحتوي الرسالة كلمة كيت كما هو موضح في الصورة. والآن ننتقل إلى الكود الأخير في هذا الفيديو، هو كود تصلك رسالة كلما اتصل بك أحد وكان هاتفك مغلق. يعني للشرح، إذا كان هاتفك مغلق وحاول شخص الاتصال بك، ستعرف أنه حاول الاتصال بك عبر رسالة SMS. كيف تفعيل هذه الخدمة؟ نشكل نجمة 333 دياز. فكيف نفعل هذه الخدمة؟ سهل، نشكل نجمة 62 نجمة 333 دياز. أما إذا أردت إلغاء الخدمة فتشكل دياز 62 دياز وتلغى هذه الخدمة. شكرا لكم على متابعة الفيديو للأخير، من فضلكم اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو إلى فيديو آخر. إذا أعجبك الفيديو ضع لنا تعليق جميل مثلك في تعليق، وإذا كنت تريد موضوع آخر ليكون في الفيديو القادم فشاركه معنا في التعليقات، أنا أقرأ جميع تعليقاتكم. شكرا لمتابعة الفيديو، إلى فيديو آخر وإلى اللقاء.